في أنواع كتير للعلاقات بين البشر، من أخطر الأنواع دي علاقة الحبل السري. علاقة الحبل السري بيكون أحد الطرفين فيها هو مصدر كل حاجة بالنسبة للطرف التاني. أحد الطرفين بيخلي الطرف التاني هو المصدر الوحيد لكل حاجة، هو المصدر الوحيد للحب، هو المصدر الوحيد للأمان، هو المصدر الوحيد للحياة. العلاقة دي غالبا بتكون فاشلة ومؤذية، وغالبا اللي بيعملها مرة بيتعود عليها وبتبقى زي الإدمان. دي علاقة فيها طرف بيمص دم الطرف التاني، طرف بيستعبد التاني وبيعيش بدون أي مصدر آخر أو بديل محتمل. مفيش حاجة اسمها أنا وإنت ولا حد تالتنا، ومفيش حاجة اسمها إنت مالي الدنيا عليا، وباقي كلام الأغاني اللي بيشجع على النوع ده من العلاقات. فما فيش حاجة اسمها انت كل حاجة بالنسبة لي، لان كل حاجة دي لو اختفى او اختفت يبقى الدنيا انهارت، الحياة ما بقلهاش معنى، ويبقى امراض نفسية ملهاش اول من اخر، وساعتها الكل بيدفع التمن. دايما خلي في بدايل، دايما خلي في ربنا.